تحت سماء السلام وبين ثنايا الأمل والأحلام بغد أفضل ومستقبل أجمل، يتجدد لقائي معكم لنعرف ماذا حدث وماذا يحدث مع المدينة وأهلها. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. تشاهدون في هذه الحلقة: التعليم في عدن بين إهمال الماضي وتحديات المرحلة القادمة. نادي التلال الرياضي أكثر من 100 عام من العطاء. شوقي شفيق شاعر عدني جدد في القصيدة اليمنية شكلا ومضمونا. لا يزال أمام عدن الكثير لتقوله، ولا يزال أمامها الكثير لتنهض من جديد بعد الحرب الأخيرة التي شنتها الميليشيا الإنقلابية عليها. نذهب وإياكم إلى جولة إخبارية سريعة وأسبوع المدينة. ناقش لقاء تشاوري في كلية الطب بجامعة عدن سير العمل في المستشفيات الحكومية بالمحافظة. اللقاء الذي ضم مدراء عموم المستشفيات العامة وعدد من رؤساء الأقسام السريرية شدد على أهمية التنسيق بين الكلية والمستشفيات الخاصة في ظل غياب المستشفى الجامعي. وأقر اللقاء مخاطبة الجهات المختصة بشأن تحويل مستشفى عدن العام والمغلق منذ أعوام إلى مستشفى تعليمي جامعي نموذجي، بما يخدم محافظة عدن والمحافظات المجاورة. كرمت السلطة المحلية في عدن دار الاستشفاء القطري تقديرا للجهود الإنسانية في معالجة جرح الحرب التي شنتها ميليشيا الإنقلابيين على المحافظة العام الماضي. وخلال حفل التكريم أشاد المشاركون بالجهود التي تبذلها المؤسسات الخيرية القطرية في عدن لمساعدة المتضررين من الحرب. دشن مكتب التربية والتعليم في عدن فعاليات الدور الرياضي لثانوية عدن ضمن سلسلة من النشاطات الرياضية المدرسية وبدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. الدوري الذي أقيم في ملعب نادي شمسان الرياضي ترافقه مسابقات ثقافية وإبداعية تستهدف الموهوبين من طلاب المدارس. ترأس نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس اجتماعا لقيادات مكتب التربية والتعليم في أبين ضمن سلسلة اجتماعات لقيادات مكاتب التربية في محافظات إقليم عدن. الاجتماع ناقش التحضيرات والترتيبات الجارية لامتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية التي تعتبر تحد كبير يواجه مكتب التربية في أبين، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه الحكومة ووزارة التربية بشكل عام. تسلم مركز الأطراف الصناعية في عدن مساعدات عينية من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار الدعم المستمر للقطاع الصحي في اليمن. وشملت المساعدات ألف طرف صناعي للمعاقين الذين فقدوا أجزاء من أطرافهم جراء الحرب والألغام التي لا زالت تحصد الأرواح وتسبب إعاقات مدى الحياة. تحسين الظروف النفسية لهؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة. العلم نور والجهل ظلام، عبارة تلخص موضوع قضيتنا لهذا اليوم، وهي التحديات التي جابهها نور العلم ليبزغ من جديد أمام ظلام هجوم الميليشيا الإنقلابية على عدن. من جد وجد ومن زرع حصد، عبارة كان يتخذها كل طالب مجد شعارا يتغنى به، لم تعد اليوم ذات جدوى. انتهى عهدها على ما يبدو في ظل فوضى عارمة عصفت بوضع التعليم. التعليم في محافظة عدن في تدهور مستمر. بداية 2011 بتدهور تدني جدا، وهو من أسبابها الأمني، الوضع الأمني بالبلد أدى للتدهور، ومنها عدم السيطرة الحكومة على المرافق على التعليم الأساسي والفساد، الفساد اللي كان من ضمن النظام السابق. تأسرك ألوان زاهية من الطلاء لمدارس تم ترميمها مؤخرا، لكن العلم فيها لم يعد حتى يشبه رسمه، فثمة فجوة عميقة بين العلم وبينها. المناهج أولا كولي أمر أنا ما أقدرش أفهمها للطالب للتلميذ، أنا بنفسي وأنا كبير ودرست وعندي ثانوية عامة بس ما أقدر أفهمها أول مرة، منهج صعب. تجي للإدارة تقول
كيف اشرح لابني اقول لك، ولا المدرس كيف يشرح اقول لك المدرس عنده كتاب خاص. طيب انا كولي امر كيف اشرح لابني من هذا المنهج اللي ما انا ما افتهم ليش منه؟ طبعا مع الاوضاع السيئه اللي تعيشها البلاد اصبح الكتاب المدرسي غير متوفر بشكل كامل، يعني دي حقيقه مؤسفه. يعني بعد 7 أشهر أو تزيد من الحرب، فتحت مدارس عدن أبوابها معلنة استئناف العملية بأنصاف الحلول ولا حلول سوى غض الطرف. مؤشرات تعليمية متدنية ولا شيء غير ذلك. هذا هو الحصاد الذي تجنيه مدارس عدن نهاية كل عام دراسي منذ سنوات. المدارس الأساسية والثانوية والجامعات، أشوف أنه أبنانا وبناتنا يدرسون يروحوا يمتحنوا ما بيتناسى. ما فيش متابعة ولا مراقبة على الحضور. الحضور شيء أساسي. إذا كان الطالب ما بيروحش يتعلم، يدرس يوميا 5-6 حصص يوميا، كيف بيستوعب العام الدراسي كامل؟ يعني بياخذ الشهادة وهو صفر. تجد الأب دائما مقصر ويشتي نتيجة. النتيجة لازم تجي مشتركة، شيء مشتركة ما بين البيت أو المنزل وما بين صاحب وما بين المدرس أو المدرسة. أعوام دراسية تبدأ بتسيب وتنتهي بغش، لا هدف ولا نتيجة له سوى تجهيل الأجيال. ساعات تهدر واستهتار جماعي مفرط جعل الكل يستهين بالتعليم ومقوماته الأساسية. ما يوزعوش الكتب، تحصلها في الأسواق. طيب السوق من فين جاب الكتاب؟ من فين اشتراه؟ مش من الكتاب المدرسي؟ إذا في تلاعب، وكله على حساب من؟ على حساب المواطن. يعني كل مدرسة جابت كتب أولادها السابقين، يعني حتى نحن بعض الكتب حاولنا نمسح الإجابات القديمة علشان يستفيد منها طالب يعني آخر. ذات عام في عهد مضى أعلنت عدن مدينة خالية من الأمية، وفي أعوام تلت ذلك كان التسيب والإهمال هما السلاح الأشد فتكا بالتعليم. الأستاذ محمد عبد الرقيب مدير عام مكتب التربية والتعليم في محافظة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. بداية أستاذي الكريم، نحب أن نسلط الضوء على التحديات التي جابها التعليم في عدن إبان فترة الحرب. أذكر أستاذي الكريم أن هناك يعني الكثير من الأسر النازحة التي ذهبت بسبب الحرب إلى المدارس، وهناك عشرات الأسر كانت تسكن في كل مدرسة وأكثر من أسرة تسكن في كل فصل. كيف عالج مكتب التربية والتعليم هذه المشكلة؟ طبعا استخدمت تلك المدارس كمناطق إيواء لكثير من الأسر النازحة من محافظات مختلفة ومديريات مختلفة، خصوصا من محافظة لحج وأبين. كان النزوح كبير وتم إسكانهم من قبل مدراء مدارس ومدراء التربية في المديريات. مدارس والرياض اللي موجودة في مختلف المديريات، وبالتالي كان هناك ضغط كبير على استخدام تلك المدارس وترتيب لهم مع مساعدات إنسانية من المجتمع المحلي. إلا أن بعد انتهاء هذه الحرب واجهت تلك المدارس صعوبة كبيرة في التأهيل واستقبال أبنائنا الطلاب لبداية مرحلتهم الجديدة. كيف عولجت هذه الصعوبة؟ عولجت هذه المسؤولة بتضافر جهود التربية والتعليم وبعض من أعضاء المجتمع المحلي المحيطين بالمدرسة وبعض المنظمات الدولية. تم إخلاء هذه المدارس من النازحين. جميع المدارس الآن لم يعد فيها نازحين؟ الحمد لله بفضل الله جميع المدارس لا يوجد فيها نازحين. في بعض الفصول في بعض المدارس نتيجة تهديم الكامل لبيوت هذه الأسر النازحة، ونحن في تواصل مع الأخوة في المجلس المحلي وقيادة المحافظة لإيجاد الحل في القريب العاجل حتى يتم تفريغ تلك المدارس بشكل كامل بإذن الله. الآن تسبب أكيد أنه تسبب وجود نازحين في مدارس معينة ازدحام في مدارس أخرى، لو تحدثنا أيضا عن هذه النقطة، ازدحام الفصول في المدارس. بالتأكيد، لكن الازدحام في المدارس ليس سببها الأخوة في النازحين، ولكن سببها بعض تحطم بعض المدارس نتيجة الضرب العشوائي على تلك المدارس ونقطة أخرى. وتعطيل كثير من المشاريع المتعثرة ضمن السلطة المحلية اللي لم يتم إنجازها بسبب الحرب الظالمة. مشاريع مثل إيش؟ مشاريع بناء مدارس أو إعادة تأهيل مدارس، وبالتالي فهي بقت في مكانة تراوح مكانها، لا تستطيع استكمال البناء ولا تستطيع
ولا تستطيع ان ندخل بها الطلبات لعدم استكمال فيها اعمال التأهيل. هل ساهم اعاده تاهيل وترميم المدارس من قبل الاخوه الاماراتيين في حل بعض هذه المشاكل؟ بالتاكيد انه الاخوه في الهلال الاحمر الاماراتي كان لهم دور كبير في استقرار العمليه التعليميه والتربويه في محافظه عدن بشكل عام. يكفي الهلال الاحمر انهم كانوا سباقين في الدعم اللامحدود وال في مختلف الجوانب في عدد تاهيل اكثر من 136 مدرسه في عدد تاهيل شبه كامل، اكثر من 1500 حاسوب ومصادر تعلم وصلت مدارسنا، اكثر من 8000 مقعد دراسي وصل لجميع مدارس محافظه عدن، وهذا ساعد كبير على استقرار هذه العمليه التعليميه وذهاب ابنائنا للطلاب الى المدارس، وحتى اعطوا يعني المدارس شكل جميل واعطوا بالوان زاهيه، هذه يدل على هناك علاقه اخوه وصداقه تربط الشعب اليمني بالشعب الاماراتي على وجه التحديد. الان لو نتحدث يعني عن المشاكل داخل المدارس في السنه الماضيه عندما اضطر ان يعني ينجح طلاب من درجات الترم الذي قبله، حتى لأنه قد عطلت العملية التعليمية فترة طويلة فاضطر المكتب أن ينقل طلاب إلى السنة القادمة ينجحهم، ولكن مشكلة الشهائد تبقى قائمة. هل شهائد السنة التي فاتت موجودة الآن سلمت للطلبة؟ بالتأكيد، لكن الامتحانات العام الماضي نتيجة استمرار الحرب لفترة طويلة وعدم ذهاب أبنائنا التلاميذ إلى المدارس كان لزاما علينا نوجد حلول تتوافق مع الإمكانيات الأسرية والإمكانيات التعليمية المتاحة في ذلك الوقت، وتم دراسة هذا الموضوع من كل الجوانب وخرجنا بآلية ارتضاها الجميع. خلال العام إذا سألتي عن مشكلة الشهادات، هذه مشكلة تورقنا جميعا كأولياء أمور، كمدراء مكاتب تربية في المديريات، كمكتب تربية وتعليم في المحافظة، إلا أن أخيرا بفضل الله وبفضل دعم الأخوة في مكتب اليونيسف ساعد على توفير هذه الشهادات، ونحن في طريقنا الآن إذا تسليمها إلى أخوة في مدارس في مدراء مدارس المدارس في المديريات لاستكمال إجراءات صرفها لأبنائنا الطلاب. لو نتحدث الآن عن الامتحانات والميزانية التقديرية، هذه مشكلة حضرتكم يعني تطرقتم أن المكتب يعاني منها، مكتب التربية والتعليم، لو تحدثنا عن هذه المشكلة. تعطونا الفرصة قبل ما أتكلم على مشكلة الامتحانات، أن المعاناة اللي نعانيها وما زلنا بنعانيها في عدم توفر الكتاب المدرسي كان يقلق الكثير من أبنائنا وبناتنا الطالبات، مدراء مدارس، معلمي المواد، لأنه الكتاب أحد أركان العملية التعليمية والتربية المهمة، وبالتالي اضطرينا إلى عمل مخارج أخرى بتصوير المنهج بصورة شخصية عبر المكتب أو إدارات التربية في المديريات، وأحيانا بعض المدرسين باجتهاد شخصي لتسهيل أبناء الطلاب يقوموا بهذا المجهود. أتمنى أنه هذا طيب الكتب القديمة أستاذي أين تذهب؟ الكتب في كتب تكون مستهلكة، معنا كتب من 1 إلى 3 نهج القراءة المبكر الذي تم إلغاها بصورة غير مدروسة وغير قانوني وغير مخالفة لكل الأعراف، إلغاء المنهج من 1 إلى 3 نهج القراءة المبكر اللي حقق نجاحات كبيرة خاصة في عدن واحتلينا فيه المركز الأول على مستوى الجمهورية. نستغرب يتم إلغاؤه، لأننا في مكتب التربية أصرينا على استمراره وتعليم أبنائنا الطلاب رغم عدم توفير لنا هذا الكتاب من قبل الوزارة، إلا أن تواصلنا مع الأخ نائب وزير الدكتور عبد الله الأملس كان له أصداء في تثبيت نهج القراءة المبكرة في مدارس محافظة عدن، وهذا كمان اللي عملوا عليها دورات للمدراء ودورات للمدرسين والولياء الأمور، كانت خطوة ناجحة جدا من مكتب التربية جدا وحققت نتائج في استيعاب الطلاب للمنهج، لأنه يربط وفي تأسيس جيل صغير يستطيع أن يقرأ. الطالب ينتقل من الابتدائي إلى الإعدادي، والبعض عندما تأتي إلى درس الإملاء يعني بعضهم يفشلون في هذه الدروس. بالتأكيد، وهذا نحن الذي نطمح إلى توسيعه وتثبيته، وفي آلية جديدة حتى لتطوير هذا المنهج وتحسين مخرجاته. أما بالنسبة عودة إلى الميزانية التقديرية، نعود إليها. إذا نعود إلى الميزانية التقديرية، كما تعلمون جيدا إنه مكتب التربية والتعليم منذ الحرب الظالمة إلى يومنا هذا لم توجد لها ميزانية تشغيلية لمكتب التربية والتعليم ولا المديريات،
وبالتالي الضغوطات كبيرة علينا، إلا أننا بتعاون الكل تحدينا تلك الظروف، ومن أجل أبنائنا وبناتنا الطلاب يحصلوا على تحصيل علمي ولو بدرجته الدنيا، إلا أننا مصرين أنه نستمر في أداء رسالتنا التعليمية والتربوية. تواصلنا أخيرا مع الأخ محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي اللواء عيدروس الزبيدي الذي تكفل مشكورا بتوفير جزء كبير من هذه الموازنة التي سوف تظهر إلى حيز الوجود في خلال اليومين القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله. أستاذي الآن لو تحدثنا عن الامتحانات الوزارية القادمة، والآن كذلك هناك الامتحانات الانتقالية بشكل عام، كيف يعني لو تحدثونا عن هذه العملية الآن، العملية الوزارية كيف سوف تتم؟ الامتحانية هي جزء من التقويم اليومي للطالب خلال العام الدراسي كامل، وهي تتويج لعام دراسي قام الطالب بدراسته، إلا أن البعض يهول من هذه العملية وكأنها بتكون شيء كبير ومعركة خارج عن السيطرة وخارج، إلا أن من باب التحسين، فقد أصدر الأخ نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله ومكتب التربية والتعليم عمل على تعميم التعديل في الدرجات الطلابية المأخوذة على الطالب من 80 درجة إلى 50 درجة، يعني تحصيل علمي حق الصف الأول ثانوي ثاني ثانوي وثالث ثانوي، أعمال السنة حق هذه تتراكم للطالب، وبالتالي تعمل نوع من الاستقرار النفسي. والآن كذلك في قرار جديد، يعني قرار 50 درجة من المدرسة و50 درجة من الامتحانات. بالتأكيد بس 50 تقسم على 10 درجات السنة أولى، 20 درجة سنة ثانية، يعني هي تأخذ من أول ثانوي، من أول ثانوي ثاني ثانوي وثالث ثانوي، هذا يساعد على استقرار الطالب في العملية الدراسية اليومية في بشكل طيب ومرجو. ثاني يخفف علينا كثير من الإشكاليات اللي نتعرضها في ظل هذه الأوضاع، أبرزها انعدام الانضباط من قبل الكثير من أبنائنا خارج سوار المدرسة، بعض الأعضاء المجتمع المحلي الذي لا يتفاعل مع المدرسة. هل تستطيعون أن توعدوا بأنه لن تكون هناك عمليات غش فادحة مثل ما كانت تحدث في السنوات في يعني مدينة عدن للأسف الشديد؟ هذه الطريقة التي اتبعناها ستساعد على تقليل عملية الغش بين أوساط أبنائنا التلاميذ، وعملية التجمهر من قبل الأفراد خارج المراكز الامتحانية، وهذه السياسة اللي نرسمها من أجل تقليل هذه المشاكل ووجد بيئة آمنة مستقرة لأبنائنا الطلاب يؤدوا امتحانات بصورة طبيعية بعيد عن الضغوطات النفسية والعصبية أو القلق لسكينتهم داخل قاعة الامتحان. لو نتحدث الآن عن المركزية التي كان المكتب يعاني منها سابقا بصنعاء والعلاقة بيننا وبين صنعاء، الآن هل هناك استقلال إداري استقلال مالي عن مكتب صنعاء؟ نحن في عملية تكاملية، والمكتب التربية والتعليم إلى الآن لم يوجد أي خلاف. هذا بالجانب المالي والإداري. في الجانب حتى في مجانب جداول الامتحانات موعد الامتحانات الوزارية هل ستتوافق؟ هناك استقلالية تامة بشكل كبير جدا بخصوص الامتحانات بخصوص المقررات الدراسية بخصوص المقررات الدراسية. هل هناك الآن منهجية؟ الجدول الامتحان أيضا مختلف تماما، إذا ما جاء نحن نرسم جدول بما يتناسب مع إمكانياتنا وظروفنا داخل محافظة طيب عدن. أستاذ الكريم، هل هناك الآن منهجية وخطط توضع لتغيير بعض الأشياء في المناهج؟ يعني الآن نحن الوضع السياسي معروف، هناك أشياء كثيرة في المنهج محتاجة إلى تغيير. وصلت إلى قلب الموضوع الذي كنت أتمنى أنكم تطرحوه من بداية اللقاء. عندنا مشروع طموح في مكتب التربية والتعليم في محافظة عدن، عملنا ورشة عمل من مختصين في مركز البحوث من جامعة عدن من أولياء أمور من مختصين في مكتب التربية والتعليم، وخارجين بمصفوفة برامج عمل في المنهج في الإصلاحات الإدارية في المواد الدراسية. تخيلوا أنتم مثل على سبيل المثال لا حصر بإذن الله تعالى من بداية العام منهج اللغة الإنجليزية بدل ما يدرس من الصف السابع بيدرس من الصف الرابع ابتدائي، فهذا أعتقد أنه إنجاز وخروج عن المشكلة الأكبر مثل في التعليم الأهلي والخاص أو في الحاسوب على مادة الحاسوب. الآن وجدنا منهج لتدريس الحاسوب كمادة
رئيسية في المنهج المدرسي. هذا أيضا سيوفر فرص عمل لخريجين القسم الحاسوب. الطلاب كيف يتعامل مع متطلبات العصر ومتطلبات المرحلة اللي يعيشها الآن. طب وهذا كذلك سيقع على عاتقكم توفير للمدارس أدوات حاسوب. ما الحمد لله بفضل الله ودعم من أخوة في الهلال الأحمر الإماراتي وفرنا أكثر من 1524 جهاز حاسوب في جميع مدارس المحافظة. طب أستاذي الآن لو نتحدث عن تحدي آخر يقف أمام مكتب التربية، رواتب الكثير من المدرسين والمدرسات التي تتأخر، وكيف تعالجون هذا الموضوع؟ التربية جزء من مجتمع عدن هذا البسيط المتواضع. يعني هناك الكثير من المدرسين يصل تأخير الرواتب ليس مرتبط في مكتب التربية ولا بمكتب التربية والتعليم ولا في مكتب المالية ولا البنك، هو يعتمد على سيولة مفقودة على محافظة عدن وكثير من المناطق المحررة في المناطق الجنوبية والشرقية. حتى وإن سلم فهو يعني شيء زهيد جداً بالتالي. لكن نحن نريد أن نحافظ على مدارسنا بعد اللوحة الجميلة والزاهية الذي رسموا لنا في مدارس عدن. هذا كذلك بالفراشات يعني والفراشين المدارس. بالتأكيد يعني تشتي هذه صيانة، تشتي نظافة، تشتي حراسة. يعني لماذا لا يتم مطالبة بتوظيف هؤلاء الأشخاص احتساب لهم راتب شهري؟ من خلال قناة بلقيس نؤكد لكم ونجدد مطالبتنا للأخوة في قيادة المحافظة في الخدمة المدنية. إن ضرورة المحافظة على هذه يعتمد على هؤلاء الحراس وعلى هذون العمال الخدمات، وبالتالي نتمنى توظيف لنا هذه المجموعة حتى نحل كثير من مشكلات التربية في مدارسنا. الأنشطة التي تقوم بها المدارس مثلا الألعاب وكذلك المنافسة ما بين المدارس البين، هذه الأمور كلها توقفت يعني بعد الحرب. لا، هذا سؤال فيه نوع من الإجحاف بحق أبنائنا وبناتنا الطلاب للأمانة. تنزلوا أي مدرسة بتلاقوا بشكل عشوائي وتشوفوا الآن نشاط بشكل غير مسبوق في بتحدي، إن رغم المعاناة رغم الصعوبات رغم الحرب الظالمة اللي شنت على أبنائنا إلا نحن عدن وأبناء عدن نحاول أن نعيش من جديد، وتوجناها بكرنفال شبابي طلابي استوى قبل أسبوع في ملعب سالم علي في المعلة ونقلته عبر أكثر من 12 قناة فضائية، رسمنا فيه لوحة تعبر عن عدن السلام، عن الوفاء لإخواننا في التحالف لوقوفهم لنصرة عدن وإخراج عدن من الأزمة التي مرت فيها. أخرجنا أبنائنا الطلاب من الحالة النفسية والإحباط إلى آفاق رحبة نتمنى أن نكون وصلنا إليها. الآن في بطولات في الروبورت للمخترعين والمبدعين، ندعوكم لتغطيتها ومتابعتها ان شاء الله. اكيد احنا دائما نغطي كل شيء، نتمنى ممكن تاخذوا من اخواننا في نظم المعلومات هذه البيانات. في قسم الانشطه المدرسيه عندي كمان نفس الحكايه، في معي بطوله مدرسيه الان رغم الامتحانات الا اصروا ان انا لازم نعمل دوري لكره القدم للتعليم الاساسي، نعمل دوري الفتيات في الطائرة والطاولة، فهذا يدل أنه أنشطة جيدة في تنوع جداً. وهي بقدر الميزانية المحدودة لكن نحاول قدر الإمكان كيف نسخر ستعيد إنعاش التعليم، تعيد إنعاش الحياة في عدن أيضا. هذا اللي نتمنى، نخلق طالب قادر أنه يكون قائد في المستقبل، طالب يجمع بين التفكير العقلي والقدرة الجسمانية اللي يحقق الكثير لوطنه ولإخوانه ولمجتمعه بشكل عام. إن شاء الله. كلمة أخيرة أستاذي الكريم تحب أن توجهها باسم مكتب التربية والتعليم في والله عدن. أتمنى أنه نوصل رسالتنا أن التربية هي انعكاس لمجتمع، وأنا أصر دائما على هذه العبارة. أتمنى الكل يتعاطف مع التربية والتعليم لمصلحة أبنائنا الطلاب، إخراج أبنائنا الطلاب من أي إشكالية قد تضر بصحته أو بتعليمه بشكل سليم. أتمنى أن نكون ضيوف خفيفين عليكم في قناة بلقيس الذي لكل التقدير واحترام. أتمنى بالأخير التوفيق والنجاح والصحة وشكرا جزيلا. أستاذ محمد عبد الرقيب مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة عدن، أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء. مشاهدينا، بعلم وحده تتقدم الشعوب وترتقي الأمم، وبالعلم يتجدد الأمل بجيل أفضل حال من جيلنا. فلنتمسك بالعلم لأنه سلاح من نور يحول الفكرة إلى قرار والليل إلى نهار. الرياضة هي لغة أخرى تتحدث فيها الشعوب لتعلن عن حضارتها وثقافتها، لكن ناقوس خطر بدأ يدق مهدداً الرياضة في عدن وفي اليمن ككل. نادي التلال الرياضي أكثر من 100 عام على العطاء أصبحت في مهب الريح. لنتابع.
رسم تاريخا رياضيا حافلا لعدن ولليمن ككل بمباريات وفعاليات رياضية لا زالت تشكل الذاكرة الأولى لتاريخ الكرة اليمنية. قبل أكثر من قرن من الزمان تأسس نادي تلال وحظي باهتمام حكومي كبير قبيل وبعيد التشطير حتى أصبح يسمى بنادي الدولة. بطبيعة الحال نادي تلال الرياضي هو من أعرق وأقدم الأندية ليس فقط على عدن وعلى مستوى الجمهورية، لكن هو على مستوى الخليج والجزيرة العربية. وعلى ضوء ذلك نادي تلال مر بمراحل تاريخية مختلفة ونال فيها العديد من البطولات، كانت المحلية أو القارية أو العربية أو القارية. نادي تلال الرياضي طبعا بطبيعة الحال هو يمثل قلنا قصة وحكاية، كما تمثل كريتر هي عدن، فنادي التلال يمثل كريتر، يعني كريتر هي نادي التلال. كما موجود صهاريج الطويلة وقلعة صيرة، نادي التلال يمثل الرمز الشامخ لهذه المدينة الباسلة البطلة التي وقفت ضد كل المنعطفات التاريخية الذي حاولوا أن يشووا سمعتها أو يحتلوها. فنادي تلال الرياضي نادي يضرب بجدره إلى الأرض على اعتبار أنه هو أقدم الأندية على مستوى الخليج والجزيرة العربية. ومنذ التأسيس في العام 1905 وحتى اليوم فرض تلال نفسه عميداً للأندية اليمنية بما حققه من سجل حافل بالإنجازات بالرغم من الظروف الصعبة التي عانى منها الفريق والنادي في الأعوام الأخيرة. التلال بطبيعة الحال هو قصة وحكاية تبدأ من 1905 من تأسيس النادي المحمدي، وعلى ضوء هذه الحكاية تبدأ عملية الفرق الرياضية اللي كانت موجودة في كريتر، تبدأ تندمج اندماج التضامن المحمدي مع الأحرار واندماج نادي الحسيني مع شباب الرياضي. وبعد ذلك في 73 تولد نادي التلال الرياضي من هذه الأندية اللي هو نادي الأهلي ونادي الأحرار إلى نادي التلال الرياضي. الله، الهدف الأول لفريق التلال، الهدف الأول. وأنتم بخير وفي تقدم وازدهار، وحتى اللقاء في مباريات قادمة أنقل لكم تحياتي وتحيات المخرج حبيب أحمد. شارك النادي في مباريات كروية في مرحلة الاستعمار البريطاني وفاز في 57 بطولة من ضمن 86 بطولة وتوج بطلا لكأس الملكة إليزابيث. وتوالت انتصاراته بعد خروج الاستعمار وثورة 14 من أكتوبر المجيدة وبعد الوحدة اليمنية، حيث حقق بطولة الدوري في العامين 1990 و2003 وتوج بطلا لكأس رئيس الجمهورية مرتين في العامين 2007 و2010. وهذه خطيرة لمصلحة التلال وبحول جود. الله، دوغلاس، حلوة دوغلاس، يا سلام حلوة. الهدف الثاني لمصلحة التلال،
إذن 2 للتلال. قدم التلال مستوى طيب في البطولة رغم الإمكانيات الضعيفة، رغم عدم وجود أي دعم للنادي أو الفريق غير مجهودات شخصية من قبل إدارة النادي، وعدم وجود حافلة للنادي. كنا نعاني، وشارك التلال في البطولة العربية التي قمت مؤخرا في دبي وقدم فيها مستوى طيب بالرغم من عدم الاستعداد الجيد وعدم وجود أي دعم للفريق. وفي لعبة السلة يعتبر التلال أفضل الأندية اليمنية، وذلك لتصدره الدائم المراكز الأولى منذ أكثر من 15 عاما. وسبق للتلال أن حقق بطولة الدوري لكرة السلة 4 مرات وكأس السوبر 3 مرات، وتواجده في المربع الذهبي لأبطال الدوري العام لكرة السلة في مراحل مختلفة إلى أن وصل إلى نادي التلال الرياضي حاليا. هذا النادي الشامخ، هذا النادي اللي له بصمات وجولات على مستوى الدوري المحلي، ونال العديد من البطولات على مستوى الدوري أو على مستوى الكاس. كان قبل قيام الوحدة أو بعد قيام الوحدة. حرص النادي والقائمون عليه على مواجهة التحديات المالية التي تشكل عائقاً لكثير من المنشآت الرياضية، فاستثمروا بعض المنشآت الخاصة والمحال التجارية لمصلحة خزينة النادي. لكن وللأسف حرب الميليشيا الإنقلابية على عدن دمرت كل طموحات واستثمارات النادي، حتى الملعب الذي لطالما حلم به التلاليون طوال أعمارهم أصبح شاهداً على جرائم الميليشيا بعد أن تعرض للنهب والتدمير. في الفترة الأخيرة أثناء هجوم الميليشيات الحوثية العفاشية على مدينة عدن تضرر تضرراً كبيراً، والكاد يعني البنية التحتية تقول شبه منتهية. إذا قارنا بقية الأندية في محافظة عدن فنجد أنه نادي التلال هو النادي الوحيد التي يعني أن تقول شبه انتهى شبه تام من حيث البنية التحتية، من حيث المنشآت، من حيث الأدوات، من حيث كل ما كان يملك نادي التلال الرياضي. انظر للنادي هذا العريق، لم تعد أي شيء فيه غير المبنى القديم وخالي من كل شيء. تم سرقة الأثاث، سرقة حافلات النادي، ممتلكات النادي، كل شيء في النادي سرقوه، والذي لم يستطيعوا سرقته دمروه، دمروا كل شيء في التلال، وهذا شيء يؤسف. في ضوء ذلك طبيعة الحال الآن النادي يمر في ظروف استثنائية صعبة يعني، ونحن لا يجب أن نوقف النشاط الرياضي، لكن ما فيش في اليد حيلة، باعتبار أنه مصادر اللي كان يتلقاها مصادر الدعم اللي كان يتلقاها انتهت تماما، بل من ذلك الانفجار الأخير اللي وقع في بوابة حقات يعني أتى على آخر ما كان يملكه النادي من موارد مالية لتسيير بعض النشاطات كما نقول البسيطة اللي هي يعني الدكاكين اللي كان يعتمد عليها وقاعة الأفراح. في الوسط يلعب 3 من اللاعبين في التلال اللي هم طارق قاسم، سامي نعاس، صلاح سيف الدين، وفي الهجوم نائل السبع رياض طه شرف محفوظ. من لا ماضي له لا حاضر له، والتلال ماضيه كبير وعريق وسيبقى رمزا من رموز التاريخ العدني الأصيل وأقدم أندية الرياضة في شبه الجزيرة العربية. هكذا كانت حكايتنا مع نادي التلال، مع أقدم نادي رياضي في شبه الجزيرة العربية. فهل ستجدوا نداءاتنا آذانا صاغية لإنقاذ هذا التراث وإنقاذ الرياضة في اليمن؟ من يدري؟ هي أبيات من الشعر تنقلك إلى عالم مختلف،
ترتبط فيها الكلمات بالواقع المعاش. وجه المدينة اليوم هو الشاعر شوقي شفيق. لنتابع. حين قامت نفض الكون جناحيه وقام، حين نامت فارق الكون المنام. في سفح جبل العيدروس بكريتر عدن صقلت موهبته يد المعاناة، فنشأ شاعرا يشترح كلمته من تجربته الخاصة شعرية وواقعية. شوقي شفيق المولود في عدن في العام 1955 للميلاد، لم تكن فاقة أسرته لتوقف بحور شعره رغم الظروف المحيطة به. نشأت مثل غيري من أطفال مدينة عدن في ظروف صعبة جدا في الخمسينيات. أنا مواليد الخمسينيات، مواليد 55، في منطقة فقيرة جدا بمقارنة مع مناطق أو أحياء مدينة عدن أو كريتر تحديدا. نشأت في جبل العيدروس، من مواليد جبل العيدروس ونشأت في جبل العيدروس. من مدرسته انطلقت الموهبة الكبيرة، وغدا معها شوقي شفيق نقشا في ذاكرة الشعراء، ومنها شق طريقه ليصبح رقما مهما في خارطة الشعر اليمني الحديث. نشأت في ظروف قاسية وفي ظروف فقر مدقع حقيقة الأمر، وكنا بالكاد نحصل على وجبة واحدة سواء كانت الغداء أو العشاء. ظروف كانت فعلا صعبة جدا، ولكنني عملت يعني بجهد وبنيت نفسي. طبعا اضطررت إلى الخروج من المدرسة في وقت مبكر، لكن لي ملاحظة أولا، وانا ونورس امنا والظلال المهاجر المفروض تكون المهاجره. الشاعر شوقي شفيق هو ايضا مترجم نقل الى العربيه العديد من المؤلفات، كما ان دواوينه الثمانيه ترجمت الى عده لغات. مهنيا عمل شوقي شفيق في التلفزيون وفي الصحافه، ترأس تحرير العديد من المجلات الثقافية، وهو من قيادات اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين وعضو في اتحاد الأدباء والكتاب العرب. شارك في العديد من المهرجانات العربية وحصد العديد من الجوائز. أنا أترجم أيضا من اللغة الإنجليزية للغة العربية والعكس، و أساهم في مجال التلفزيون. أنا يعني أعتبر أعد مساهما منذ عام 1974 تقريبا في إذاعة وتلفزيون عدن، عندما كان التلفزيون أبيض وأسود. بدأنا في التلفزيون أسود أبيض كمساهم. شوقي كان أولنا ظهورا في الساحة الشعرية منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، وأيضا لشوقي مساهمات متعددة في الحياة الثقافية نقدا وشعرا، وأيضا على مستوى البرامج الثقافية التلفزيونية. بمعنى ما إن شوقي قال قولته في الشعر وفي الممارسة على الصعيد العملي. أيضا كان شوقي وجها بارزا في تلفزيون عدن، خاصة في البرامج الثقافية. ومنذ السبعينيات واسم شوقي يقترن بالحديث عن الحركة الشعرية العربية في اليمن وعدن. مع
مر النص الشعري لشوقي شفيق بالعديد من التحولات منذ ديوانه الأول تحولات الضوء والمطر الصادر عام 1983 الذي كان مثقلا بالأيديولوجيا الخطابية إلى دواوينه الأخيرة التي انشغل فيها بالجمالي وخاض تجربة نوعية في عالم التصوف من خلال رؤيته الشعرية الحديثة. الديوان الأول كان تحت عنوان تحولات الضوء والمطر ونشر صدر عام 1983 وكانت قصائده من القصائد التي كتبت في يعني من 75 تقريبا إلى 82 أو تقريبا في هذه الحدود و لكنها كانت محملة بالأيديولوجيا أكثر من الفن ولهذا لا أعتد بها كثيرا حقيقة الأمر الآن. كان الخطاب الأيديولوجي السائد هو خطاب الاشتراكية العلمية وهذه الخطاب الذي كان يعني مسيطرا وسائدا وحقيقة أثر لأننا تربينا نحن داخل هذا الخطاب في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية يعني ما كان يسمى بمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية فكانت هذه التأثيرات أيضا القراءات يعني التي كنا نقرأها أيضا أثرت إلى حد كبير جدا على خطابي الشعري وربما على الفن عندي في القصيدة. شغل جمهور المحاورة وشعراءهم بالسؤال ومتابعة الفكر ودخل في تحدي جعل منه ندا لا يقاوم. يتمتع شوقي بذهنية فنية عالية قدرة على توظيف الألفاظ التي قد لا تبدو شعرية في بعض الأحيان لكن شوقي شفيق يمنحها هذه الصبغة يمنحها الشعرية. شوقي بين الشعراء اليمنيين الأكثر سيطرة على اللغة. جايل شوقي شفيق العديد من الأسماء الشعرية في الساحة اليمنية وشكل معهم جيلاً حداثياً تجاوز الجيل الكلاسيكي بقصيدة تخلصت من الإطار العمودي لتنطلق في آفاق قصيدة التفعيلة ثم قصيدة النثر. قيل أنني أنا أول من أدخل الصوفية في القصيدة في القصيدة اليمنية أو قصيدة يعني في الشعر في عندنا في اليمن من وقت مبكر يعني من وقت مبكر فعلا أنا يعني اشتغلت على الفكر الصوفي وعلى التجربة الإبداعية الصوفية يعني عند النفري وعند ابن عربي وعند يعني عدد كبير جدا من الأسماء الحلاج وهو طبعا أخطر واحد فيهم وهو النفري أيضا وهناك أسماء أخرى أيضا الشبلي والجنيد وهذه التجربة الحقيقة يعني تجربة الشعر الصوفي فتحت لدي آفاقا لا تنتهي ولا تنغلق تجربة مليئة أولا تجربة خطيرة يعني على المستوى الفكري هي تجربة خطيرة وعلى المستوى الإبداعي أيضا هي تجربة خطيرة ومهمة. بشوقي شفيق وبزملائه من الجيل السبعيني الرائد انتقل الشعر اليمني إلى أطوار متقدمة واكبت الحداثة الشعرية عربيا وعالميا ويعد شوقي شفيق من الذين جددوا في القصيدة اليمنية شكلا ومضمونا لتظل دواوينه الثمانية والدواوين التي ينتظرها جمهور الشعر شهادة متفردة على حقبة من تاريخ الأدب اليمني والعربي على السواء. على الأرض تمشينا أم تخطرين بقلبي رأيتك سارحة في الغمام وكان الذي بين قلبي وبينك وقتا من الشعر كان الذي بيننا ولها لا ينام. الشمس تشرق وتغيب لتعلن أن الوقت قابل للانتهاء وها قد شارف وقتنا معكم على الانتهاء. ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير ويبقى الخير دائما في الأرض وفي معدن الإنسان وفي وصل الأهل وتعمير المدينة وفي أهل المدينة. إلى اللقاء.